بكم معايا مره اخرى في لاشين ديالي ليدي ياقوت. اليوم جبت لكم برودوي جديد افريكان، كنتو كثيرات اللي طلبتوا مني نقدم لكم دوطخ برودوي افريكان. اليوم جبت لكم واحد الكريم، كيف كتعرفوا انا كنت ديجا كنستعمل كاروتون، مي ريسامون حبستو باسكو وصلت لواحد النتيجه اللي انا كنت كنقلب عليها بيان سور، وصلت نتيجه مرضيه دونك حبستو بيان سور، ما حبستوش دقه واحده، حبستو بشويه بشويه يعني تدريجيا كنقص من الكميه، كنقص يعني حتى حبستو تماما. دونك كاروتون انا مابقيتش كنستعملو بيان سور كي قلت، دابا عوضتو بكريم جديد هو ناقص عليه في الفعاليه، يعني ماشي مجهد بحالو، فوالا سميتو اورانفات كريم، يعني حتى هو كيتباع عند الافارقه بيان سور، الثمن ديالو حتى هو في لابورتي دو تو موند، يعني رخيص، يعني نفس الاثمنه ديال كاروتون ولا كاروات، يعني ما كاينش مشكل. دونك اورانفات كريم يعني كيف قلت الفعاليه ديالو او الجهد ديالو ناقص مقارنه مع كاروتون. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني كيقولوا لي كاروتون حرقهم في الوجه او نوض لهم الحبوب او الاحمر، بالنسبه للحموريه نورمال باسكو هذا مقشر، يعني هذيك الحموريه غتولي قشور، غادي تصفى من بعد، غادي تحيد وغادي الوجه ديالكم غادي يبدا يصفى من جديد، يعني غادي يبدا يصفى. دونك الحموريه ماشي مشكل، اللي مشكل واللي ماشي نورمال هو الحبيبات اللي تيقولوا كانهم ناضوا لكم حبيبات، يعني هذيك تتعني بان الكميه اللي درتو كثيره بزاف، يعني كثرتو من الكميه، يعني اي حاجه اللي فيه فاتت الحد ديالها فهي ضروري كتنقال ديال، يعني غير شويه كافي الفيزاج ديالها. ونذكركم باننا حنا ماشي هما الافريقيات، الافريقيات كيبقاو عندهم واحد لابو سوليد فيرم، يعني قاصحه وصحيحه، يعني ماشي بحالنا حنا المغربيات، يعني لابو ديالنا هشيشه ورطبه، يعني دونك خصنا نراعيو هاد المساله بزاف، يعني خصنا نديرو كميه قليله بزاف، لان هذا مصيب على قبل، هاد لي برودوي كلهم افريكان اللي قدمت لكم مصيبنا على قبل لي نوار، فوالا فوالا. بغيف دونك رجع للسؤال الاخر او المساله اللي كتطرح بزاف عليا، وهي انه ما دار لهم والو هاد كاروتون، استعملوه مده ديال اسبوعين حتى لثلاثه الاسابيع، انا تنقول لكم امبوسيبل امبوسيبل على راي ديك البنت اللي كهضرات على ساعه المجرد. دونك امبوسيبل ما يبانش النتيجه، راه دي لا سيمين بروميير سيمين باردون كيبان لك الفرق صراحه، يعني اللي تتقول لي دخلت قد استعملت جوج ديال الاسابيع او ثلاثه وما دار ليها والو، كنقول ليها امبوسيبل صراحه، ما عندي ما نقول سوى امبوسيبل، لانه كاروتون باين، يعني نتيجته كتبان، يعني ماشي غير لا سيمين الاولى، راه كيبان من لي دو جوغ ولا تخوا جوغ الاولين كيبان لك الفرق. دونك بغيف غادي ندوز للكريم ديال اليوم اللي هو اورانفات، اللي هو صراحه بديت كنستعملو غير مؤخرا، يعني كنت ديجا كنستعملو وحبستو باسكو كنت كنستعمل كاروتون، ودابا ملي حبست كاروتون رجعت لاورانفات كريم. صراحه كنصحكم بيه سورتو بالنسبه للبنات اللي وجههم ما نواغش بزاف، يعني سمرات ماشي سمرات بزاف، يعني سمره خفيف او لا بيضه، لان يعني كيما قلت الفعاليه ديالو اولا الجهد ديالو ناقص مقارنه مع كاروتون. دونك هذا كنصح به سورتو البيضات اولا الصميمرات شويه شويه. دونك فوالا فوالا. بالنسبه اللي في الطريقه ديال الاستعمال ديالو، كناخذو بيان سور اللي في غير كميه صغيره بحال هكايا، كميه صغيره بحال هكا، وتنفرقوها بيان سور على الفيزاج ديالنا على هذا الشكل هكا، على العنق، على ولا على اي بلاصه في الكور ديالنا باغين نستعملوا ليه هذا الكريم. وبيان سور كنبداو نماسيو باردون، كنبداو نماسيو على مزيان مزيان حتى كيدخل لينا البرودوي لتحت الجلد ديالنا، يعني في الجلد ديالنا، يعني حتى كيشربوا هذا بحال الزيت، وتيتشرب دغيا تيولي دغيا، يعني دغيا تاخذوا لابو تيولي بحال الزيت خفيف لابو، ما كيبقاش يبان كاع والو، يعني صراحه مزيان بزاف هذا الكريم اورانفات، كيعجبني بزاف انا صراحه، عجبني وتنستعملو بيان سور اكثر الاكثر البلايص اللي تنستعملو فيها لي في الكور ديالي هو الركابي ديالي، باسكو كنورك عليهم في السجود ديالي، ولا كنورك حتى على ديك البلاصه الكحله، بلاصه باردون اللي في رجلينا كتكحل، حنا واحد العظيم عندنا في الرجل كنضغط عليه كي مع الجلوس، يعني تيولي حتى هو نوار. دونك كنستعملو اكثر يا الركابي ديالي وهذيك البلاصه بيان سور ديال رجليا، ممكن تستعملي رجليك كلها ودير التقشرات ديالك في الصباح غسلي عادي. فوالا فوالا. كنصح البنات هاد لي برودوي افريكان كلهم، سواء كاروتون كاروايت ولا اورانفات ولا اي برودوي من لي برودوي افريكان اللي قدمت لكم في لاشين ديالي،
تستعملهم في البرد. يعني دابا بدا الشمس كتبان، بدا العلامات ديال الصيف كيبانوا، دونك كنصحكم انكم تحرسوا من هاد لي برودوي حتى البرد، حتى الصيف باردون، حتى الخريف والشتاء، وعاد استعملوهم، لانه فريمون صعاب في هاد الوقيته. يعني واخا تغسلو مزيان وديري لو كرون سولي، كتبقى الصيف كيبقى الصيف، فوالا الشمس كتكون حاره بلا قياس. دونك بيان سور تغسلو جو كون في الصباح مزيان، غنعاود نكررها للمره المليون، غسلو وجهكم مزيان في الصباح، ديروا ليكرون ديالكم سولير، وعاد خرجوا للشمس، لانه فريمون صعيبه هاد لي برودوي هادو، صعاب بزاف مع الشمس، يعني وجهكم غادي تحرق نقولها. دونك بالنسبه اللي ما كتخرجش للزنقه بزاف ولا هذا ما كاين باس، مي كنصح ان اللي كتخرج بزاف على برا خدامه ولا كدير شي حاجه على برا، ضروري ضروري تغسل مزيان وجهها ودير ليكرون سولير ديالها، وعاد تخرج على برا. فوالا دونك هذه هي النصائح اللي ممكن نضيفها، سواء الاورونفات ولا كاوتون ولا كاوايت. فوالا فوالا، كنتمنى يكون هذا الفيديو هذا عجبكم واستفدتوا منه اكثر. فوالا ما نزيدش نطول عليكم اكثر، بيزو بيزو لي في، يلا بروشان.